السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف أرقام الهاتف في البحرين، أرقام الهاتف الأرضي في البحرين. أي رقم في البحرين أرضي بيبدأ برقم واحد. الأرقام الرقم الأرضي في البحرين لو أنت عايز تتصل برقم أرضي بيبدأ برقم واحد. طيب وبعد كده النداء الآلي بيبدأ برقم ثلاثة، تمام؟ فانا دلوقتي لو انا بتصل مثلا بخط ارضي من خدمة اتصالكم بيبقى الكود 133 في البداية، 133 في البداية. بعد كده لو انا بتصل عن طريق روابي، خدمة روابي، بيبقى الكود 1344. بعد كده لو انا بتصل عن طريق خدمة إليفانت توك بيبقى الكود هو 1350. بعد كده لو انا بتصل بزين يبقى 1 3 6. ثانية نكتب بس زين عشان الناس، 1 3 6 كده انا بتصل بخدمة زين. لو انا بتصل بخدمة نيوتل عن طريق خدمة نيوتل يبقى بتصل بالكود ده 1606 او 1607. بعد كده عندنا خدمة كلام والرمز بتاعها 1619. بعد كده في خدمة معانا نو، خدمة تو كونتكت، آسف، تو كونكت، خدمة تو كونكت، والرقم بتاعها 165. بعد كده خدمة لايت سبيد، لايت سبيد، والكود بتاعها هو 166. بعد كده عندنا خدمة بتلكو والكود بتاعها هو 17. بعد كده عندنا خدمة الديوان الملكي وبتبدأ ب 3-1. شكرا لكم جزيلا، وضحنا في الفيديو بعض الأكواد الهاتف الأرضي في البحرين. نتمنى نكون بنساعدكم بالفيديوهات، متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.